شباب وشابات تعز يطالبون بالأمن وفرض الاستقرار ويرفضون المشاريع الصغيرة ويعدون تفعيل المؤسسات وضبط الإيرادات أول الطريق في استعادة الدولة. نطالب الشرعية ألا تهمل المؤسسة الأمنية وأن تكون داعمة للمؤسسة الأمنية في تعز. نطالب الجهزة الأمنية بقيام بواجبها تجاه المواطن، لأن الأمن به تستقر الأمور وبه تصلح الأحوال. دعوة الحكومة الشرعية وقيادات الدولة إلى الانتباه إلى هذه إلى هذا السرطان الذي ينخر مشروع الدولة في محافظة تعز، من أجل تفعيل مؤسسات الأمن وتفعيل إيرادات وإلى وإيصال الإيرادات وإلى مؤسسات الدولة. ينفع الصعب الشوارع، ينفع الصعب الشوارع، أنت للحرث تابع، أنت للحرث تابع. شكوى أبناء وسكان تعز الدائمة، المسلحين المنفلتين الذين يشكلون مشكلة حقيقية على الأمن والاستقرار ومصدر إزعاج تؤرق الجميع. نطالب أجهزة الأمنية، نطالب الدولة، نطالب السلطة المحلية هنا في المحافظة لضبط الأمن والقبض على هؤلاء القاتلة وينزل بهم عقوبة لازمة. هؤلاء من يقومون بعملية الفوضى والاغتيال داخل المدينة هم يشكلون الوجه الآخر للحوثي وعباش الذي يمارس الحرب على محافظة تعز. مطلبنا هو تفعيل أجهزة الدولة ومؤسساتها الأمنية والمدنية، نطالب بإلقاء القبض على القتلة وعلى كل المجرمين الذين يثيرون الذين يزعزعون الأمن في مدينة تعز. إننا نعد الانفلات الأمني وإشاعة الفوضى واستخدام السلاح داخل المدينة هي الوجه الآخر للحرب ضد المدينة بغض النظر عن الأسباب والدوافع، والذي يذهب ضحيتها أبرياء من المدنيين ورجال الأمن والجيش، ومتنافية مع حق الدولة ومسببة زعزعة للاستقرار تخدم الأعداء وتعمل ما عجزت عنه عصابات الحوثي وصالح. جابت المسيرة الشوارع حتى الوصول إلى أمام مكتب السلطة المحلية، داعين الأجهزة الأمنية القيام بدورها وبسط نفوذها، ومطالبين الحكومة الشرعية بتوفير الإمكانات التي تقف حاجزاً بين السلطات الأمنية وقيامها بفرض الأمن ومطاردة الخارجين على القانون.